أهلا بكم، أنتم مع بانوراما هذا اليوم، وهذه جولة جديدة على الأخبار. شرعنة المستوطنات غير القانونية وفق القانون الإسرائيلي، وعدم معارضة إمكانية تسلم إيتمار بن غفير وشريكه بتسل إل سموتريتش وزارتي القضاء والأمن. هذه هي قائمة تنازلات رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو الجديدة لليمين الفاشي بهدف العودة إلى سدة الحكم، يمين يريد للاستيطان أن يشرع ويتضاعف، ويريد لجهاز القضاء أن يخدم مصالحه المتطرفة، يمين لم يكن نتنياهو رغم أجندته اليمينية ليطبقه لما فيه من تطرف ومن أضرار ستلحق بالدولة الإسرائيلية لولا أن في حساباته غلبت مصلحته الشخصية. وبإعاز منه، اليمين الفاشي سيطل علينا من مقاعد اتخاذ القرارات وسن القوانين، وكلها تستهدف ضحية واحدة، المجتمع العربي الفلسطيني. إلى العناوين. 5 أيام على انتخابات الإسرائيلية، والبلدات العربية تعمها النشاطات والفعاليات الداعية للمشاركة في الانتخابات. ورئيس بلدية اللد يضع خطة بموجبها لمواجهة العنف في المدينة، والمواطنون العرب يشككون بأهدافها. وفي المشهد الاقتصادي، ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في البلاد. أهلا بكم. أظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية استمرار الأزمة السياسية في البلاد بسبب فشل المعسكرين المتنافسين على الحكم في الحصول على أغلبية تمكنهم من تشكيل ائتلاف حكومي. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة التصويت المتوقعة داخل المجتمع العربي، والتي ستصل إلى 49% وفقا لاستطلاع أجراه معهد يافا للدراسات لصالح جامعة تل أبيب. ووفقا لنتائج استطلاع الرأي، فسيحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على 4 مقاعد، وكذلك القائمة العربية الموحدة، فيما سجل حزب التجمع الوطني الديمقراطي ارتفاعا طفيفا في عدد المصوتين له ليصل إلى أكثر من 2% دون تمكنه من اجتياز نسبة الحسم. قررت لجنة الانتخابات المركزية بالتعاون مع وزارة المواصلات جعل خدمات السفر والتنقل في المواصلات العامة مجانية، ما يشمل قطار إسرائيل في يوم الانتخابات، ويصبح القرار نافذا بدءا من مساء يوم الاثنين قبل يوم من الانتخابات حتى نهاية أنشطة النقل العام في يوم الانتخابات نفسه في الأول من تشرين الثاني. ووفقا لبيان صادر عن اللجنة، فإنه سيطلب من ركاب القطار سحب تذكرة أو تذكرة سفر يوم الانتخابات من آلة إصدار التذاكر الأوتوماتيكية أو في المكاتب النقدية الموجودة في محطة القطار ليتسنى لهم السفر بشكل مجاني. وفي ملفنا الأول، ببقاء 5 أيام على موعد انتخابات الكنيسة، تكثف الأحزاب العربية من نشاطاتها وتواجدها في البلدات العربية لحث المواطنين العرب على المشاركة في الانتخابات. نعم، أهلا بكم. من مدينة رهط في الجنوب، أكبر مدينة عربية بصورة رسمية في الأيام الأخيرة، طبعا تم الإعلان عنها من قبل دائرة الإحصاء المركزية. حقيقة 6 أيام تفصلنا عن يوم الانتخابات، يوم فاصل وحاسم بالنسبة للجماهير العربية في البلاد. وهناك العديد من الاستطلاعات الرأي التي تقول أن هناك خطر على العديد من الأحزاب العربية أو على حزبين عربيين على الأقل. وبالتالي يعني معنا يوسف العطاونة اللي هو مرشح عن الجبهة والعربية للتغيير. أول شيء مساء الخير. قضية الاستطلاعات هل يعني تلفت نظركم؟
نعم الاستطلاعات موجودة، ولكن الاستطلاع الحقيقي هو في الانتخابات نفسها، وعلى هذا الأساس نحن نتواصل يوميا مع الناس من زيارات واتصالات من أجل رفع نسبة التصويت. التحدي الأكبر في هذه الانتخابات لنا كأحزاب عربية هو نسبة المشاركة ونسبة التصويت في هذه الانتخابات. حتى هذه اللحظة نتفهم نوعا ما عزوف الناس عن المشاركة في الانتخابات بسبب أنها انتخابات خامسة في 3 سنوات، ولكن التحدي الأكبر بالأساس في النقب هو رفع نسبة التصويت، لأن أكثر شريحة في مجتمعنا العربي بحاجة إلى تمثيل ولا إلى وجود سياسي وتأثير سياسي هو النقب. رأينا ما يحدث في النقب في الأيام الأخيرة وفي السنة الأخيرة، هذه الأحداث التي حدثت في النقب، هذا الواقع السيء والمرير بحاجة إلى تمثيل برلماني في الكنيست. هل لديكم خطة عملية من أجل إخراج المواطنين خاصة في القرى مسلوبة الاعتراف إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات يوم 1/11؟ نعم، نحن نتواصل مع أهلنا في كل مكان، في القرى الثابتة، في القرى الغير معترف بها، وكل الحملة الانتخابية في الأيام الأخيرة عمليا يتم ترجمتها إلى عملية كيف نجلب الناس إلى صناديق الانتخابات في يوم الثلاثاء، وهناك شغل مستمر في هذا الاتجاه، وباعتقادي هذا أيضا موجود في الأحزاب الأخرى. المسؤولية علينا جميعا أن نستمر في العمل، أن نضع البرامج والخطة كيف يمكن أن نخرج الناس، وبالأساس في القرى الغير معترف بها أنت تعرف الواقع والكل يعرف الواقع في هذه القرى، أنت تعرف بعد الصناديق عن الناس، ولكن التحدي مرة أخرى هو المشاركة في هذه الانتخابات. ما هي رسالتكم إلى الأهل في خاصة في النقب؟ يعني نحن نتحدث عن نحو 38,000 صاحب حق اقتراع، هناك أيضا في مدينة رهط لوحدها نحو 18,000 صاحب حق اقتراع، ماذا تقول لهم؟ رسالة للأهل في النقب هي رسالة واضحة وصريحة، نحن أمام فرصة تاريخية لكي يكون تمثيل في النقب. أنا موجود في المحل الخامس في تحالف الجبهة والعربية للتغيير، هذا التحالف عام 2019 حصل على 6 مقاعد، اليوم بإمكان النقب في 1/11 أن يخرج ويصوت وأن يضمن ممثل آخر للنقب وحتى ثالث الدكتور سمير بن سعيد. نعم، يعني السؤال الأخير، أولا نعتذر عن الخطأ، 145,000 صاحب حق اقتراع في النقب و 38,000 فقط في مدينة رهط. الرسالة الواضحة هي لكافة الجماهير هي أن تخرجوا إلى الصناديق، ولكنكم أيضا بحاجة إلى ربما رسالة للحكومة الإسرائيلية التي تواصل نهجها في هدم البيوت وفي سياسة عنصرية تجاه الأهل في النقب. لا يمكن الفصل بين الوضع في النقب والحكومة، هذا الوقع هو بشكل مباشر نتيجة الحكومة الإسرائيلية، الحكومة الأخيرة ومن سبقها. الرسالة هي علينا أن نخرج ونصوت ونؤثر سياسيا، لا بديل عن تمثيل حقيقي وطني صادق يحمل هموم الناس في النقب. هل ستقومون بدعم ربما من الخارج لأي حكومة يسارية مركز يسار في المستقبل؟ نحن ندعم قضايا شعبنا، قضايا النقب بالأساس، القضايا الأساسية، هذا هو التزامنا، التزامنا لقضايا النقب بالأساس. نعم، أشكرك جزيل الشكر المرشح عن الجبهة والعربية للتغيير أستاذ يوسف العطاونة. نعم حقيقة قضية النقب هي على المحك دائما في ال5 جولات الأخيرة في الانتخابات، نحن نتحدث عن واقع مرير جدا، عن استمرار هدم البيوت، عن سياسة عنصرية حتى في قضية تعامل الشرطة، كما كان بالأمس نشر في قرية سعوة حول الاعتداء البشع الذي قامت به قوات من الشرطة تجاه أحد السكان هناك. القضية هي مفصلية بكل ما يتعلق بقضية أيضا الوصول أكبر عدد ممكن من أعضاء الكنيسة العرب إلى الكنيسة. إلى هنا مراسلنا من النقب ياسر العقبي، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. والآن إلى اللد، حيث نشر رئيس بلدية اللد يائير رفيفو خططا لمواجهة آفة العنف والجريمة في المدينة. تأتي هذه الخطط بعد أن اتهم رفيفو الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن أداء عملها. تفاصيل أكثر عن الخطة في التقرير التالي. متوجها لرؤساء الأحزاب اليهودية
طرح يائير رفيفو رئيس بلدية اللد خطته لمواجهة الجريمة والعنف في المدينة. الخطة شملت بنودا عديدة أبرزها مضاعفة أعداد الشرطيين في مركز الشرطة وإرغام جهاز المخابرات العام للتدخل في مواجهة الظاهرة، عدا عن مضاعفة الأحكام القضائية ضد من يضبط بتهمة إطلاق النار. المطلب الأساسي مش بس وين الشرطة ما عملتش وظيفتها، وين كل الأجسام اللي قبل ما عملتش وظيفتها، ليه الناس وصلت أصلاً، أو هاي الشباب الصغير وصل لعالم الإجرام، يعني وين الخط، وين المطالب بالتربية والتعليم، وين المطالب بالصحة، وين المطالب بالبنية التحتية اللي كتير سيئة، فهاي الأشياء كلها يعني مش موجودة بالخطة، ولا زي كأنه حدا يعني كأنها مش هي الأزمة الحقيقية. وضع رفيفو خطته دون إشراك المواطنين العرب في وضع بنودها، هم الذين يعيشون معاناة انتشار الجريمة في أحيائهم، إلا أن تاريخ رفيفو المعادي للمواطنين العرب يفسر إقدامه لوضع هذه الخطة أحادية الجانب. تفكر بإدخال الجيش وبإدخال الشباك معناه أنت عم بتفكر في عدو مش في مواطن، هاي نقطة مركزية. يعني إذا اللي بده يجي يخدمني كعدو، حتى أنا اللي يعني اللي أنا المعنية في القضاء على الجريمة بقدرش أتفاعل أو أتعاون أو أشجع أو أبارك لحدا اللي جاي بعملني كعدو. ومن بنود هذه الخطة أيضا إخراج عائلات بأكملها في حال تورط أحد أفرادها بعالم الجريمة، وهو بند يندرج ضمن أهداف رفيفو المعلنة، الدفع بالمواطنين العرب خارج المدينة وإحضار مستوطنين للسكن فيها. ومن مدينة اللد ينضم إلينا المحامي تيسير شعبان، وهو ناشط سياسي واجتماعي في المدينة. مساء الخير. مساء الخير. إذن شاهدنا في التقرير أبرز النقاط التي تشملها هذه الخطة، وأيضا عرجنا به على آراء الشارع كيف ينظر إلى هذه الخطة، ولكن أنت كمحامي يعني حدثنا عن ما الذي تراه في هذه الخطة غير مناسب. طيب، أولا يعني أنا بنصح رئيس مدينة اللد أنه يربي نفسه بالأول. رئيس مدينة اللد منذ أن تولى وصل لكرسي بلدية اللد وهو يحاول بتقديم خطط واحدة تلو الأخرى لتغطي العرب اللد. هذا هو الهدف الرئيسي من هذه الخطة، ومن خلال 8 سنوات عمل يعني الفجوات في كل المجالات، تمييز عنصري في التعليم، في السكن، في الخدمات البلدية، في الرفاه، في كل مجالات الحياة، هذا مش عنف، هذا هو العنف باسمه وبذاته. رئيس البلدية كل ما يريد هو طرد العرب بمدينة اللد، يحاول يستغل الأحداث، لا يقدم مساعدات، لا يقدم خدمات، لا يقدم خطة اجتماعية رفاهية لمعالجة العنف، لتحسين التعليم، البنية التحتية، السكن، الضائقة السكنية، الأحوال المادية لعرب اللد. في 30,000 عربي في اللد يقبع تحت خط الفقر، وكل ما يريد رئيس البلدية أن يظهر اللد أن العرب هم عنيفين. تخيلي في 2013 اعتدى على مسجد دهمش، يحارب الأذان منذ 9 سنوات، بال 2021 صرح أنه العنف الذي المستشري في الوسط العربي سينزلق إلى الأحياء والمدن اليهودية في يوم ما. يعني هو عمليا كل ما يريد هو الهدوء للوسط اليهودي وأقل عرب في اللد وأكثر هدوء لليهود، ولا غير معني لا بسلامة العرب ولا بمصير العرب. أستاذ تيسير، أريد أن أسألك، من ضمن البنود التي اقترحها رغم كل التاريخ اليميني المتطرف ضد المواطنين العرب لرفيفو، ولكن من ضمن البنود هو إدخال الشباك لمواجهة العنف، وهذا أيضا كان أحيانا مطلب المجتمع العربي أمام تقاعس المقصود وربما الفشل لجهاز الشرطة، كيف تنظر إلى هذه الخطوة أو هذا الاقتراح؟ أنا أولا بشوف كل البنود اللي طرحها، في 8 بنود، يعني شوف البند الخامس هو بطلب طرد العائلات التي يتهم أحد أفرادها ب يعني تورطه في عالم الجريمة. صحيح، هو يتكلم عن تعديل قانون القومية
واعطاء الاولويه للمدن المختلطه. يعني اذا ربطنا بين المدن المختلطه وربطنا بين طرد العائلات، نفهم ان باقي البنود لن تحقق ولن يقوم بتنفيذها، انما المقصد هو طرد العائلات العربيه من مدينه البلد. نعم، وإدخال الشباك لمحاولة مواجهة العنف، هل تجد بهذا البند خطر؟ كل هذه الطلبات في دائرة طرد العرب من البلد، حتى إدخال الشباك، ما احنا شفنا الشباك، هو دخل الشباك في أحداث شهر 5، دخل الشباك، هل اعتقل يهودي واحد رغم آلاف المعتدين المستوطنين؟ يعني من جلب المستوطنين للاعتداء على العرب؟ أليس رئيس البلدية؟ ألم يعمل الشباك سنة كاملة في البلد؟ ألم يعتقل يهودي واحد؟ طيب، ما رأيك أيضا في مطالبته بمضاعفة أعداد الشرطيين في مركز الشرطة؟ هو يطالب بمضاعفتهم، وهناك ادعاء أن أحيانا بعض الشرطيين يكونون في إجازات، وفي الدوام الواحد يكون هناك عدد قليل من الشرطيين. أنا بقول لك الآن في الليد شرطة أكثر من مدن، في تعداد سكانها نصف مليون، في الليد في 8 محطات شرطة، في الليد في أكثر من 500 شرطي، في الليد في وحدتين خاصة في الان في الليد، في حي سامح حيت اغلقت شوارع بالرمال، اكوام الزباله والرمال، شوارع العربيه في الاحياء العربيه تغلق باكوام الرمال. نعم، يعني التوجه نحو العرب توجه عدائي. انت اذا ترى بان هذه الخطه لم تاتي فعلا لتخدم المواطنين العرب. طب على قضيه انه لم يشرك قياديي المجتمع العربي في مدينه اللد، وانتم طبعا معظمكم معروف لديه، وكنتم في ايضا بعضكم كان في عضو في بلديه اللد، ما السبب لذلك وهل حاولتم مراجعته في هذه القضيه؟ رئيس البلدية توجه للعرب فقط للتنديد، يعني احنا ماخذنا بعض القيادات ماخذها كوظيفتها بس تندد عندما يكون الامر متعلق باعتداء على يهودي او حركة سيارة يهودي او اذا رصاصة طائشة وصلت لحي يهودي، هذا هو الدور الرئيسي الذي يريده رئيس بلدية. أنت تقول بأنه أيضا يحاول أن يقود سلطة ووجود القياديين العرب. تجاوز كامل القيادة العربية. طب إذا أستاذ تيسير، ما هي الحلول التي الممكنة في أيديكم أمام هذه الخطة التي تقول بأنها هدفها الرئيس هو طرد المواطنين العرب من اللد، وبأنه لم يشرككم أيضا في الخطة، ما الحلول التي يعني تفكرون فيها لمواجهة رئيس بلدية يميني؟ الوحدة، يعني احنا عملنا على الوحدة في 2018 حصلنا على 6 مقاعد، صحيح ان وزننا في البلدية لا يعادل 6 مقاعد بسبب سياسة رئيس البلدية، بسبب عنصرية وتمييز رئيس البلدية، لكن نأمل ان نضاعف هذه القوة، ان نزيد من هذه القوة، وبالتالي نفرض عليه على رئيس البلدية وعلى اعوان رئيس البلدية انه احنا موجودين وان وزننا، وبالاخر نحصل على حقوقنا كاملة ان شاء الله. طيب، أحداث أيار هي المحفز الرئيس الذي حرك رئيس بلدية اللد ليطالب بما أسماه بإعادة السيادة ومحاولة مواجهة آفة العنف. نحن على أبواب انتخابات، هذه الأحداث سببت في بعض البلدات حالة إحباط لدى المنتخب العربي، كيف هي الأوضاع في مدينة اللد وما رأيك بنسبة التصويت المنخفضة المتوقع من المجتمع العربي؟ بالعكس، أنا أعتقد أنه أحداث شهر 5 عملت صحوة عند عرب اللد، المدن المختلطة عموما ومدينة اللد اللي أنا عايش فيها وبلاحظ كل يوم السيولة الانتخابية، أنا بلاحظ في نهوض وفي نشاط للأحزاب، لكافة الأحزاب العربية المشاركة في هذه الانتخابات. ملاحظة مهمة أن تقول في اللد هناك، عفوا منك، ولكن أن تقول أنه بسبب أحداث اللد هناك صحوة لدى المواطنين العرب في اللد ليشاركوا بالانتخابات، أمام أن هذه الأحداث سببت في بلدات أخرى حالة إحباط، أنت تقول بأن الأحداث شكلت العكس. نعم، بقول لك ليش، لأنه في اللد الاعتداء ربما في القرى والمدن الغير مختلطة الاعتداء كان فقط من قبل الشرطة على المواطنين، في اللد الشرطة والمواطنين والجيش ورئيس البلدية والمؤسسة والمستوطنين كلهم اعتدوا على العرب، فما لم يبقى لنا سوى أنفسنا أن ندافع عن أنفسنا، وجدنا أنفسنا أننا بحاجة
كلنا أن نكون متلاحمين موحدين ندافع عن أنفسنا. لذا أنتم تخططون في المشاركة في الانتخابات، كيف يكون المشاركة في الانتخابات هو الحل؟ الحل في قوة طبعاً، لما في أعضاء كنيسة اللي يمثلوا كل السكان من الشمال للجنوب من النقب، في عنا في كل الأحزاب العربية، في عنا أعضاء مرشحين اللي واعيين لقضايا المدن المختلطة، زاروا المدن المختلطة، قسم منهم تواجد بشكل يومي تقريباً في الأحداث، فهؤلاء يعني يعلمون وعاش وتعايشوا أوضاع اللد، وأنا متأكد ومؤمن أن اللد كمدينة فلسطينية تاريخياً إلى أهمية خاصة في قلوب أعضاء الكنيسة والمرشحين، وأنهم سيعملون من أجل إيجاد حلول خصوصاً في موضوع السكن والبنى التحتية، مساعدة أعضاء البلدية الموجودين، القيادة اللي ممكن أن تكون كمان سنة في منتخبة في الانتخابات كمان سنة في اللد. يعني احنا نعمل خيرا، لا يوجد عندنا ادوات اخرى، لا نريد ان نخرج بالبنادق، نحن نريد ان نحصل على حقوق، نحن لم يبقى لنا في اللد لا ارض ولا 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 اي شيء، يعني جلدنا من كل ما كنا نملكه قبل النكبه، يعني لا يوجد لنا غير الهويه والكرامه. المحامي نحارب على الهويه ونحارب على الكرامه ولا يشكون. نعم، المحامي تيسير شعبان، وأنت ناشط سياسي واجتماعي من مدينة اللد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شارك عشرات السياسيين ومندوبو الأحزاب في مؤتمر إسدروت للمجتمع والتعليم، مؤتمر لم تغب عنه أجواء الانتخابات التي تتمثل في الصراع بين معسكرين سياسيين. مراسلنا ياسر العقبي شارك في المؤتمر وأعد التقرير التالي. العشرات من السياسيين ومندوبي الأحزاب شاركوا في مؤتمر إسدروت للمجتمع والتعليم الذي عقد في دار المعلمين كلية كي بمدينة بئر السبع، وتطرق لعرض الأجندات السياسية للأحزاب المختلفة عشية الانتخابات للكنيسة 25. لا شك أن هذا المؤتمر مهم جدا، بحيث يطرح قضايا متنوعة مختلفة، هي اجتماعية سياسية وثقافية إلى آخره. وأنا بطبيعة الحال ورقتي اليوم تتناول موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو الصعوبات التي تواجه الطلاب العرب في الأكاديمية الإسرائيلية. بدون أن نشك أن الاشتراك اليوم في مؤتمر إسدروت وتحديدا في كلية كي في بئر السبع، وتحديدا اليوم كانت المشاركة في تحت منصة تحت عنوان الشراكة العربية اليهودية، أظن أن أحد السياسية تحديدا، وأظن أن أحد أهم المحاور في كل ما يتعلق بمفهوم الانتخابات الإسرائيلية هو الشراكة السياسية العربية اليهودية. اتسم المؤتمر بهيمنة اليمين على الخطاب السياسي، حيث لوحظ أن أحزاب المركز واليسار الإسرائيلي تحاول إرضاء اليمين من خلال تصريحات نارية بكل ما يتعلق بالأمن والأمان وتنفيذ الحكم في منطقة النقب. أعتقد بأنه فرصة سعيدة كبيرة جدا لإعطاء الطلاب في هذه الكلية الفرصة للاستماع إلى شخصيات كثيرة جدا وصلت إلى هذا المؤتمر، خاصة أننا أياما معدودة أمام أو قبل الانتخابات. المؤتمر الموجود اليوم في كلية كي هو عمليا راح يكون له تأثير كبير على انتخابات الآنية، إن راح يشجع الطلاب في الوسطين لكشفهم لكثير من الأحزاب والآراء السياسية، ويحاول يبين قديش في أهمية إن يكون في انتخاب وفي مشاركة في الانتخابات المقبلة. وربما المشهد الذي سيرافق هذا المؤتمر هو خروج معلمي المستقبل اليهود من جلسة تناولت قضية العلاقات بين العرب واليهود في السياسة، حين تحدثت المديرة المشاركة في مبادرات إبراهيم عن الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وعن عدم تغاضي أي سياسي عربي عن العلاقة بين أبناء الشعب الواحد، وعن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الشعب الفلسطيني. ونبقى مع جولة مراسلينا لفهم نبض الشارع حول الانتخابات، ومن النقب ننتقل إلى الجليل، حيث ينضم إلينا مراسلنا مجد دانيال من قرية كفر ياسيف. مساء الخير مجد.
نعم مساء الخير رماح لك ولكافة المشاهدين. يعني نحن نتواجد الآن في قرية كفر يسيف وفي اجتماع حاشد للغاية هنا يعني للجبهة الديمقراطية وللعربية وللتغيير. يتواجد هنا من خلفي يعني كما تشاهدون لربما المئات أتوا إلى هنا للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يشارك فيه يعني قياديين من الجبهة ومن العربية للتغيير للحديث أكثر حول التحضيرات والاستعدادات للانتخابات ولهذه الجولة الانتخابية. ينضم إلينا في هذه الأثناء رئيس مجلس كفر يسيف المحلي السيد شادي شويري. أهلا وسهلا بك سيد شادي. إذن يعني نشاهد اجتماع حاشد للغاية، جماهير غفيرة تشارك هنا، يعني على ماذا يدل هذه المشاركة؟ يعني اجتماع الحي اليوم في بيت الأخ أبو عصام نعيم شحادة القائم بأعمال الرئيس كما ترى وترون يتحول من اجتماع حي إلى مهرجان كبير دعما لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، وإن دل هذا على شيء يدل على وعي الكفارسة بأهمية التصويت وبأهمية التصويت بشكل صائب لقائمة الجبهة والعربية للتغيير. اليوم جماهيرنا في هناك صحوة، ولكن هي ليست الصحوة التي نريدها، ولكن هي صحوة عندما يرون أن اليمين يستقتل في تنويم المعركة لدى جماهيرنا العربية وأن لا تخرج الجماهير العربية لصناديق الاقتراع وتصوت. اليوم نعرف نحن أن واجبنا في هذه الحالة أن نذهب وبكميات لنصوت، لأن هذا ما سيؤثر على مستقبلنا وعلى حاضرنا وعلى مستقبل قضية شعبنا وعلى مستقبل قضايا جماهيرنا في هذه الدولة. يعني 5 أيام تفصلنا عن موعد الانتخابات في الأول من تشرين الثاني، وهناك جهود حثيثة تبذل لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي. نرى ازديادا يعني بعض الشيء في نسبة التصويت، ولكن ما زالت عمليا نسبة التصويت منخفضة وهي تهدد التمثيل والوجود العربي داخل الكنيسة. ما أهمية رفع نسبة التصويت، وفي حال عدم يعني لم ترفع هذه النسبة يعني كيف سيؤثر ذلك على تمثيل العربي؟ في كل انتخابات أخي، في كل انتخابات نحن كأقلية قومية مستهدفة، التصويت ورفع نسبة التصويت هو هدف لنا، ولكن في هذه الانتخابات في الذات نحن نرى أن رفع نسبة التصويت والتصويت للكنيسة التصويت العربي سيحسم نتيجة هذه الانتخابات. نتيجة هذه الانتخابات ستحسم فقط بنسبة التصويت في المجتمع العربي، لأن المعسكرات قد تعسكرت مع نتنياهو مع نتنياهو، واللي ضد نتنياهو ضد نتنياهو، وبقي الجبهة والعربية التغيير في الوسط، وهي التي ستكون الحاسمة وهي التي ستكون تجلب لنا الحقوق والحياة الكريمة، ونفرض نفسنا ونفرض وجودنا في هذه الدولة كما يحق لنا، وأيضا نساهم في حل قضية شعبنا العربي الفلسطيني كما ينبغي لنا. وإذا تحدثنا عن كفر يسيف على وجه التحديد، نسبة التصويت في المرة السابقة كانت 56%، ولكن شهدت كفر يسيف نسب تصويت أعلى من ذلك. كيف، ما هي توقعاتك لهذه المرة وماذا تفعلون من أجل رفع هذه النسبة؟ صحيح أخي، يعني في كفر يسيف عادة نسبة التصويت تكون أكثر مرتفعة من باقي مجتمعنا العربي، ولكن نحن يعني لا نرضى بال 56 ونعمل على أن تكون هناك. أحيانا وصلنا نسبة 72% عندما كانت القائمة المشتركة ملتئمة، ولكن اليوم نحن نتيجة لهذه الحرب النفسية من اليمين الإسرائيلي ومن أيضا من اليسار الإسرائيلي الذين لا يريدون العرب أن يصوتوا، نحن نبذل جهودا جبارة على كل المستويات، على مستوى السلطات المحلية، على مستوى لجنة المتابعة، على مستوى زيارات بيتية وتليفونات إلى كل الناس أن يأتوا ويصوتوا ويقوموا بواجبهم الوطني، لكي لا يكون هناك فراغ في الكنيسة ويسرح بن غفير ويمرح نتنياهو وهذه الرموز الفاشية التي سنكون نحن العرب أول ضحاياها. لذلك على كل منا أن يصوت، وفي هذه الانتخابات من لم يصوت في حياته يجب أن يصوت في هذه الانتخابات، لأن هذه الانتخابات ستحسم فقط بتصويتنا في صناديق الاقتراع.
أشكرك جزيل الشكر، وأعرف بأنك سوف تنضم أيضا إلى هذا الاجتماع لإلقاء كلمة. شكرا جزيلا لك رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي. والآن تنضم إلينا كاميليا شحادي، وهي ناشطة ونقابية أيضا في الجبهة، للحديث أكثر يعني أيضا عن دور المرأة. نحن نعرف بأن نسبة التصويت لدى النساء العربيات هي متدنية وأقل من الرجال، يعني كيف تقرأين هذا المعطى وكيف يمكن تغيير هذه الصورة؟ يمكن تغيير الصورة طبعا بنشر التوعية بين النساء، انه دورنا احنا كنساء لازم احنا ندعم التصويت وحتى نحصل على اعلى نسبة تصويت ونمنع هاي الحكومة العنصرية منها تشكل حكومة. بتخيل انه هاي المره في عنا امل انه ترتفع نسبه التصويت وبالذات عند النساء، لانه احنا عم ننشر التوعيه بين النساء بشكل وسيع يعني واسع. اليوم ما اهميه ايضا يعني وجود تمثيل نسائي داخل البرلمان والكنيست؟ يعني في الاحزاب العربيه هناك تمثيل نسائي، ما اهميه هذا التمثيل النسائي لعرض قضايا النساء عمد؟ مهم جدا انه يكون التمثيل النسائي اكثر من ما عليه اليوم. انا بشوف انه التمثيل النسائي عمال اخذ بالانخفاض، وبفكر انه كل محل بكون فيه تمثيل نسائي انا بشوف انه العمل انجع. خلينا انت كنت نقابيه ايضا عن الجبهه، يعني كيف تشرحين هذه التجربه، كيف تخبرين عنها؟ بالضبط اليوم معظم المدارس فيها مديرات، وانا بشوف انه وين تعينوا مديرات المدارس عم تزدهر اكثر واكثر وبتتقدم بصورة يعني رهيبة. أنا بشوف إنه المرأة إذا بدها تشتغل وبالفعل يعني بدها تعطي بتكون أنجح بكتير من ألف رجل. وما هو دور المرأة في الانتخابات يعني أيضا في التأثير على البيت أيضا وعلى يعني المحيط بها ليخرجوا والتصويت، وما أهمية أيضا بشكل عام يعني خروج الجماهير العربية للتصويت من وجهة نظر؟ خروج الجماهير للتصويت أولا واجب وطني تجاه شعبنا. فتخيل إنه إذا بتطلع إذا ما منصوت ومنوصل النسبة كيف لازم وتطلع حكومة عنصرية مع بنكفير، تخيل إنه يكون واحدة بنكفير هو وزير الأمن، ماذا يحصل في الأراضي الفلسطينية بالشعب الفلسطيني؟ هناك بده يعني بدهم يحرضوا المستوطنين حتى ينكلوا بالشعب الفلسطيني ويعتدوا على أملاكه يعني هذا يعني سيناريو مش طبيعي، مش مقبول يعني. يعني نرى أن هناك مشاركة كبيرة هنا في هذا الاجتماع في كفر ياسيف، وأنت ابنة كفر ياسيف، كيف تتوقعين أن يكون إقبال أهالي كفر ياسيف على صناديق الاقتراع، وكيف تعملون أنتم كنشطاء من أجل إخراج الناس في يوم الانتخابات؟ هذا المهرجان مش بالسهل يعني، انت اللي شايفه قدامك مش بتسهل هدول اجوا العالم، هذا احنا من عملنا بين الجماهير انه احنا دائما نعمل مع هاي الجماهير وحتى نشجعهن انه يجوا يصوتوا كلهم وتطلع النسبه منيحه ان شاء الله ونوصل لاهدافنا واللي بدنا اياه. شكرا جزيلا لك كاميليا شحادي، ناشطة في الجبهة ونقابية، على هذه المداخلة. نعم إذا يعني رماح وأعزائي المشاهدين كما تشاهدون هذه هي الأجواء من قرية كفر ياسيف الجليلية، هنا بالفعل يعني أجواء انتخابية حماسية للغاية، 5 أيام قبل موعد الانتخابات، يعني هناك ارتفاع في نسبة التصويت لدى المجتمع العربي عموما، آخر استطلاع أشار إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى 49%، ولكن يعني
الطموح هو أن ترتفع هذه النسبة وأن تصل لربما إلى أكثر من 50 لربما 55%، وبالتالي هذا سوف يضمن تمثيل عربي ملائم داخل الكنيسة، يمنع ليس فقط يمنع حكومة يمينية متطرفة بمشاركة بنغفير وسموتريتش، وإنما يضع يعني بالفعل يعمق الأزمة السياسية في إسرائيل، ومن الممكن أن تذهب إلى انتخابات سادسة وسابعة وإلى ما ذلك. يعني هذه الصورة من كفر ياسيف، نترك للكاميرا لنختتم بهذه الجماهير الغفيرة. إليك رماح. نعم، مراسلنا مجد دانيال من كفر ياسيف، شكرا جزيلا لك. والآن أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن ارتفاعا ملحوظا طرأ على عدد الوظائف الشاغرة، كما يتضح من المعطيات أن عددا كبيرا من الذين أقيلوا من عملهم أثناء جائحة كورونا لم يعودوا إلى سوق العمل. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلتنا قمر منصرة. أظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزية لشهر أيلول الماضي أن هناك ارتفاعاً في عدد الوظائف الشاغرة، حيث بلغ ما يقارب 152 ألف في عدد كبير من الفروع ومنها الاقتصاد. في الوقت نفسه استمر معدل الشغور في الانخفاض من 4.91% إلى 4.87% في شهر أيلول. إحنا عم نحكي على نوعين من الوظائف الشاغرة. النوع الأول هو الوظائف الشاغرة في الهايتك والطلب الكبير لشركات الهايتك بالأساس لما المهندسين، وطبعا كلنا بنعرف إنه هاي وظائف اللي هي شروط على العمل فيها يعني متقدمة، الأجور فيها عالية، ومهم كمان يعني نلتفت لنقطة معينة بأنه 86% من هاي الوظائف شاغرة في منطقة المركز في تل أفيف. النوع الثاني من الوظائف هي الوظائف اللي احنا بنقدر نسميها الوظائف الهشة، اللي العمل فيها مش دائما بحاجة لتأهيل مهني معين، مثل مجال المبيعات، مثل العمال في المطاعم، النادلين. هاي هناك في فعلا اليوم يعني أماكن مثل يعني أماكن عمل كتير اللي عم تطلب، لكن منيح كمان ننتبه إنه سبب الوظائف الشاغرة هاي اللي باستمرار هي كمان نتاج لشروط العمل في هذه المهن. ظل معدل الوظائف الشاغرة في الفروع الأخرى للاقتصاد مستقراً، بل أنه يشير إلى زيادة في الطلب على العاملين في صناعات الضيافة والخدمات الغذائية وفي صناعات الترفيه والثقافة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بين سائقي الشاحنات والحافلات بنسبة 5%، وبين البنائين والنجارين وعمال الهياكل العظمية في قطاع البناء بنسبة 4%. وظائف الشاغرة هي عمليا أكثر موجودة بمنطقة المركز، منطقة الشمال ومنطقة القرى أو المدن العربية تفتقر للوظائف الشاغرة الأكاديمية، أنا عم بحكي اللي بتعطي أجوبة لقطاع واسع في مجتمعنا العربي نتيجة لسياسات التمييز اللي متعاني منها قرانا ومدننا اللي تفتقر لمناطق صناعية. يعني مناطق الصناعية موجودة أغلبها في بلدان اليهودية وفي مناطق المركز، وأيضا الشركات الكبيرة موجودة هناك. فلهيك إحنا وظائف الشاغرة، الارتفاع في وظائف الشاغرة لا يعطي أجوبة على نوعية طلبة العمل في المجتمع العربي. وتبين أنه رغم انتهاء المدة القانونية في السنوات الأخيرة لدفع مخصصات البطالة أو الإجازة غير المدفوعة للعمال الذين خرجوا من أماكن عملهم بسبب جائحة كورونا، فإن عددا كبيرا منهم لم يعودوا إلى العمل بسبب الأجور المنخفضة نسبيا. ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر تقنية الزوم دكتور وائل كريم، وهو خبير اقتصادي. مساء الخير دكتور وائل. مساء النور، أهلا بك. إذن هو يعني نقص في الأيدي العاملة، هذا يعني وظائف شاغرة هو نقص في الأيدي العاملة في الوظائف الخدماتية، هل سنجد يوم إسرائيل تستقطب أيضا وتستورد أيدي عاملة لهذه الوظائف على غرار الخدمات الطبية؟ الإشكالية موجودة أو متواجدة بشكل خاص بتوزيع الوظائف وإمكانية توظيفها. يعني نحن الآن نتحدث عن عدد الباحثين عن العمل في إسرائيل يصل إلى ضعف تقريبا 2.1 باحث عن العمل مقابل وظيفة شاغرة.
وهذه النسبة تتناقص، ولكن حتى الآن نحن نتحدث عن ضعف. لذلك يعني هناك من يطلبون العمل وهناك وظائف شاغرة. المشكلة أولا هي جغرافية، أن هناك مشكلة جغرافية في توزيع أماكن العمل ما بين أواسط البلاد وبين المناطق النائية، إن كان في الشمال والجنوب. ونحن العرب طبعا أنت تعلمين أننا ننتمي أكثر إلى الشمال أو الجنوب، وبالتالي طبعا هناك مشكلة في الوصول من بيوتنا إلى أماكن العمل هذه. هذا أولا. ثانيا المشكلة في نوعية العمل، أن هناك طلب على نوعيات عمل معينة التي هي غير متوفرة مما يكفي على مستوى طالبين العمل. ولذلك الحل يكمن في نوعين. النوع الأول هو أن تقوم الدولة بتشجيع شركات معينة على إقامة ورش ومصانع وأماكن عمل ليس فقط في المركز، وإنما في الشمال وفي الجنوب. يعني تحدثت في السابق عن إمكانية أن تقوم الدولة بحجب كل الامتيازات التي تعطيها لهذه الشركات، بشرط أن تقوم هذه الشركات بإقامة مصانعها في الشمال وفي الجنوب. وبالتالي طبعا هذا لا يكلف الدولة شيء، وإنما فقط هي تضغط على تحويل هذه الأماكن العمل من وجودها في المركز إلى وجودها في أماكن أخرى. هذا يفيد الاقتصاد مرتين. المرة الأولى هو أن الاقتصاد يستطيع أن يستغل الأيدي العاملة الموجودة في الأماكن الأخرى التي هي بالضرورة بمستويات ومعدلات أجور أقل من المركز، لأن الحياة في الشمال وفي الجنوب لا تكلف نفس الحياة في تل أبيب وفي المركز. ومن ناحية أخرى التنافسية بين هذه الشركات وبين الشركات العالمية تزيد بشكل كبير، لأنها تستطيع أن توظف عمال بأجور أقل، وبالتالي تستطيع أن تنافس الشركات في الهند وفي الصين وفي أماكن أخرى. لذلك مستهجن جدا أن لا يوجد هناك قرار واضح من الحكومة بتغيير المفهوم بتوزيع التركيبة الجغرافية للاقتصاد الإسرائيلي بحيث يتحول إلى متساوي أو العادل بشكل أو بآخر من ناحية التوزيع الجغرافية. ومن ناحية أخرى يجب أن نفهم بأن هناك مجالات عمل معينة بدأت تعاني من عدم وجود ما يكفي من العمال الذين يطلبونها، وذلك لأن هذه الأماكن لهذه الأنواع أولاً إن كانت في مجال الهايتك لام، يعني لا يوجد هناك ما يكفي ممن يتعلمون هذا الموضوع. ومن ناحية أخرى في المجالات الخدماتية، يعني انظري حتى موضوع يعني النقل الباصات أو شركات النقل المختلفة، نرى أن هناك زيادة واضحة في الطلب على العمال، وهذا يدل على يعني كون التباعد الجغرافي موجود ما بين أين العامل موجود وأين مكان العمل موجود، هذا يجبرنا على إعطاء حل وهو المواصلات التي يمكن أن تحل ولو بشكل جزئي المشكلة. ولكن هذا ليس هو الحل الأمثل. الحل هو نقل هذه المصالح، هو إيجاد أماكن عمل بشكل أكبر بكثير، يعني ميجا بروجكتس. يعني عندما قاموا شركة إنتل في كريات جات، هذا يعني أعطى زخم كبير إلى المنطقة، مع أن يعني هذا المشروع فشل نتيجة لاعتبارات كثيرة أخرى لا أريد أن أدخل فيها الآن. ولكن يعني مشاريع ضخمة من هذا النوع يمكن أن تغير المفاهيم في منطقة الشمال ومنطقة الجنوب. طب دكتور وائل، أن نستقطب الكم الكبير من القوى العاملة الموجودة لدينا. طب هذه المشكلة هي وليدة عشرات السنوات وليست وليدة هذا العام. يعني من المسؤول الرئيس؟ هو غياب سياسة مالية اقتصادية أو استراتيجية لوزارة المالية أم للحكومة بالتحديد؟ هي بالضرورة بالأساس هي السياسة الحكومية، وبالتالي طبعا نتيجة أن الوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة المالية لم تنظر إلى هذا الموضوع بجدية كافية، لأن للأسف يعني الموظفون والعاملون هنا معظمهم موجودون من المركز نفسه، وبالتالي هم لا يشعرون بما يجري في الشمال وفي الجنوب. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك اعتبارات أخرى، دعينا نكون صريحين، يعني هناك بعض الاعتبارات المختلفة الأخرى التي تتداخل في الاعتبارات الاقتصادية للأسف، وبالتالي تخسر الدولة.
يعني كون العرب هم يعني القوة الأكبر في الشمال وفي الجنوب، هذا يكون قسم من الاعتبارات المختلفة التي تكون لدى صناع القرار في هذا الموضوع، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى للأسف أختي العزيزة، هناك إشكالية أيضا لدينا نحن كرؤساء سلطات محلية وقيادات محلية بنوعية المطالبة بالأمور. يعني نرى أن حتى السلطات المحلية العربية لا تلتفت إلى هذه الأمور بما يكفي، هي يعني تنظر إلى موضوع إدارة السلطة المحلية وكأنها يعني موجودة فقط كي تجمع القمامة وتعبد الشوارع وما إلى ذلك، ولا تنظر إلى الأمور الاقتصادية على مستوى التطوير الاقتصادي بما يكفي. ماذا يمكنها أن تطالب بهذا الشأن؟ منطقة صناعية أم المطالبة بنقل هذه المصانع وتوفير مساحات لها؟ كيف يمكنها أن تستفيد من هذه الأزمة؟ هي تستطيع فعل ذلك عندما نقوم بالتعاون المشترك بين عدة سلطات محلية. يعني إذا ما أردنا أن نستقطب شركة هيئتك أختي العزيزة، لا نستطيع أن نستقطبها في منطقة صناعية متواضعة موجودة، إن كان في كفركنة وإن كان في كسال وإن كان في طرعان. هذه مناطق صناعية صغيرة، يجب أن تجتمع الناصرة والريني وكفركنة والمشهد، كل هذه البلدان، وتقول بأنها تريد أن تقيم منطقة صناعية واحدة مشتركة لكل هذه البلدان، بحيث تكون كبيرة بما يكفي، مرتبة بما يكفي، حديثة بما يكفي، كي تستطيع أن تستقطب مثل هذه المصانع إن كانت محلية وإن كانت دولية. يعني إذا ما أردنا أن ندخل إنتل إلى منطقة الشمال، أي منطقة صناعية عربية تستطيع أن تستقبل إنتل إذا لم نكن يعني مجهزين مسبقاً لإقامة منطقة صناعية واحدة لمتروبولين بهذا الحجم. يعني نحن نتحدث عن متروبولين فيه 250 ألف نسمة مثلاً في متروبولين الناصري، مجموعة البلدان. هذا كم ليس بسيط، يعني 250 ألف نسمة هم مدينة كبيرة جداً على مستوى الدولة، وبالتالي يستطيعون أن يقيموا منطقة صناعية واحدة كبيرة للهايتك، منطقة صناعية واحدة كبيرة للأعمال الأخرى اليدوية وما إلى ذلك، ومنطقة واحدة لكل ما يتعلق بالتجارة وابتياع الحاجية. وبالتالي نستطيع أن نرتب هذا المتروبولين بشكل مختلف وليس بشكل فردي متواضع لا يستطيع أن يعطي حل لما هو متوقع في المستقبل. يعني نحن نريد أن نحضر نفسنا ونحضر بلداننا لتستقبل مستقبل قريب يتحدث عن مصانع هايتك بمستوى عالي جدا، أن تستطيع أن تنافس عالميا في الصناعة والتصنيع، ولا يمكن أن نفعل ذلك من خلال هذه الوحدوية والانفرادية بالتفكير الاقتصادي. دكتور وائل كريم، وأنت خبير اقتصادي، ننهي مع هذه الفكرة وهذا المقترح الجدير بالدراسة وربما أيضا التطبيق، شكرا جزيلا لك. والآن من النقب نبقى إلى الجليل، في الجليل الأعلى، ومع جولة مراسلينا يعني فهم نبض الشارع حول الانتخابات من قرية مجد الكروم، تنضم إلينا مراسلتنا سماح وتد. مساء الخير سماح، أنت تتواجدي في مكان يعني حصل في الانتخابات السابقة على أكثر من 80% من الأصوات لصالح القائمة المشتركة، الآن بوجود ثلاث قوائم، لمن الغلبة في الصوت في هذه البلدة؟ أهلا بك رماح، تحديدا نحن موجودون في المكتبة العامة في مجد الكروم والتي تستضيف اليوم ندوة سياسية من الطراز الأول بين كافة أطياف ومركبات المجتمع العربي السياسية التي تخوض هذه العملية الانتخابية، وأيضا من لا يتواجدون على الساحة السياسية ولا يشاركون في الانتخابات، العشرات من الناشطين والناشطات المواطنين والمواطنات الذين يعني يريدون أن يستمعوا أكثر، وربما قد يساعد ذلك في إقناع البعض في الذهاب إلى التصويت. هناك نقاش حاد بين الأشخاص المختلفين في داخل هذه الندوة، هذه الحوارية التي تضم يعني مندوبين عن كافة الأطياف السياسية وأيضا محللين سياسيين. هناك يعني أمر مثير للاهتمام، هذا الاهتمام بهذه الندوة، يعني القاعة ممتلئة بشكل تام، التواجد جدا، على ما يبدو أن هناك تعطش لمثل هذه الندوات التي تناقش كافة الآراء والأفكار السياسية، وذلك قد يكون كما قلت سابقا أنه قد يشجع على الناس على الذهاب والتصويت، وقد يكون له شأن في رفع نسبة التصويت هنا
رماح. إذا في هذه الأثناء يعني على ما يبدو كانت يجب أن تنتهي هذه الندوة قبل نصف ساعة تقريبا، ولكنها امتدت لأن الناس يعني مهتمون جدا. هناك كان بعض النقاشات الحادة يعني والتي يعني تعبر عن النقاش السياسي الموجود في داخل المجتمع العربي. نعم، هل هذا يعني وجود هذا النقاش الحي كما تذكرين؟ هل هذا يعني خروج المواطنين من حالة الجمود اللامبالاة إلى حالة أننا نريد أن نشارك ولكن أقنعونا؟ هل هذه هي صورة الوضع؟ يعني بشكل كنا قد تحدثنا على مع القائمين على هذه الأمسية، وهي جزء من أسبوع ثقافي في بلدة مجد الكروم التي تريد أن يعني ترفع نسبة تثقيف في المجتمع العربي وتحديدا في هذه البلدة. قالوا لنا إن يعني الناس يريدون أن يستمعوا أكثر، وربما هذا هو المحفز الأكبر ل يعني إخراجهم إلى صناديق التصويت. وهذا يمكن ربطه أيضا في الحملات الانتخابية المتواضعة التي كانت في الأسابيع الأخيرة. على ما يبدو هذا الأسبوع رمح سيكون حاسما ليس فقط في مجد الكروم، إنما في كافة المجتمع العربي، خاصة وأن يعني المجتمع العربي أكثر من 30% منه يعني يقرر إذا كان سيشارك في العملية الانتخابية وإلى أي حزب سيصوت في الأسبوع الأخير. كنا قد تناولنا ذلك في عدة تقارير يعني، وقالوا لنا المختصين إن المجتمع العربي سيبدو السباق محموما أكثر بين الأحزاب العربية في الأسبوع الأخير، وهذا ما يؤكد عليه طبعا هذه الندوة الموجودة الآن في مجد الكروم. وأعتقد أنها أيضا هذه الأجواء متشاركة ومشابهة في باقي البلدات العربية. كنا قد تواجدنا يوم أمس أيضا في الناصرة، هناك أيضا حلقات بيتية متنوعة لكافة الأحزاب وكافة الأطر السياسية التي تحاول جذب المواطنين وأيضا إقناعهم بالخروج للتصويت. طبعا يعني تحديدا بعد زيارة لبيد الذي قال أنه يحاول رفع نسبة التصويت، ما يعني أنه هو يعرف تماما ويعي تماما أن لا يمكن له أن يشكل حكومة بدون الأحزاب العربية. حتى هذه اللحظة لا تزال يعني الأجواء تحاول أن تكون إيجابية. نعم، هناك تفاؤل حذر من كافة الأحزاب. دعيني أقول لك تحدثت مع نعم. هذه نقطة مهمة جدا، وهي أن الصوت العربي يبدو أنه هو الذي سيحسم هذا المشهد غير المحسوم من قبل المعسكرين، معسكر نتنياهو اليمين والذي يضم أيضا اليمين المتطرف، ومعسكر لا نتنياهو، معسكر التغيير المنقسم على ذاته. هل يشعر المواطن العربي وأنت تتنقلين من بلدة إلى أخرى بأهمية صوته، بأنه قادر على أن يكون هو من يحسم هذه الانتخابات، أم لا زال هناك حالة تشكك وتردد من قبل المواطنين؟ يعني حالة التشكك والتردد من قبل المواطنين قد تكون ربما يعني قد سيطرت على المواطنين بسبب وجود بعض الجهات التي تحاول دائما التحريض على المجتمع العربي. رأينا الكثير من هذه الأشكال، بن غفير ورئيس حزب عثمة يهودية الصهيونية الدينية نتنياهو الذي يقدم التماسات ضد كافة الحملات المدنية من مؤسسات المجتمع المدني التي تحاول حث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، وهي اللب الديمقراطية كما نعلم رماح. والناس يعني يريدون كافة، كل مرة كنا نتحدث مع الناس كانوا يقولون نريد أن يتحدثوا معنا، نريد يعني ممثلي أو النواب المرشحين أن يأتوا إلينا يتحدثوا معنا. وعلى ما يبدو فعلا يعني هذه الندوة هي إثبات أن المجتمع العربي يريد أن يخاطب، يريد مخاطبة السياسيين، يريد أن يستمع إلى البرامج السياسية المختلفة. ما يعني أنه هذه الفعاليات والنشاطات قد فعلا تأتي بنا إلى واقع أفضل، وبنهاية المطاف عبور ثلاثة الأحزاب العربية نسبة الحسم، ويعني أن يكون هناك تمثيل عربي في الكنيسة للوقوف في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها. طبعا نحن نعرف أن يعني
في الفترة الأخيرة انتشار جرائم القتل ويعني المشاكل الاقتصادية الضائقة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع العربي، يعني البطالة في كافة أنحاء المجتمع العربي التي يعني لم تعد إلى سابقتها بعد يعني انتهاء أزمة كورونا، هي أيضا تؤثر كثيرا في نية المجتمع العربي أو نية المواطنين في التعامل مع هذه العملية الانتخابية. ولكن يجب التجديد، يعني منذ بضعة أيام بدأت الأمور تذهب باتجاه إيجابي على الأقل، يعني كما يقول لنا يعني النشطاء ومن داخل الأحزاب العربية. مراسلتنا سماح وتد من مجد الكروم، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام الجزء الأول من تغطيتنا الخاصة للحملة الانتخابية المتبقية عليها 5 أيام. نلتقي في الجزء الثاني.